الإمارات تاريخ غني من القيم التي تجسد روح التكافل والعطاء. هذه القيم النبيلة هي جزء أصيل من هويتنا، ترسخت بقوة تحت قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي سعى برؤيته وحكمته لبناء مجتمع متكافل. واستمراراً لنهجه الحكيم، تستمر الإمارات في تعزيز هذه القيم من خلال مجموعة من المبادرات والهيئات الاجتماعية التي تشجع على المشاركة في تقديم المساهمات المجتمعية، مما يعكس التزام الإمارات بقيمة العطاء نهجاً وعملاً.